اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. خليها سمك النهارده، ولما نقول خليها سمك النهارده يعني سماهوس. معانا جمبري النهارده مشوي بالكاري مع الذره. الاكلات دي مشهوره ببعض المطاعم دلوقتي بيحبوها الشباب. يعني ذره مع جمبري في كيس او ما عندناش كيس، يتعمل ازاي وايه القصه بتاعته وليه بيحبوها؟ هنشوف التفاصيل مع بعض. الجمبري لما يتشوي مع الباربيكيو صوص او مع الكاري هيبقى ازاي مع طعم الذره. معانا النهارده كمان البساريه. البساريه دي من خيرات البحر، حاجه لطيفه وجميله بتتوجد في الشتاء بالذات. هنعملها النهارده مقليه بالطحينه وزيت الزيتون، بالتاكيد لها بصمه. والبساريه دي من الاكلات البسيطه السهله اللي لها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا النهارده سمك جزل، وليكن بوري بولتي اروس وقار، ايا كان نوع السمك. السمك الجزل ده ازاي نعمله طاجن بالخضار، هنشوف ازاي نجمع ما بين تشكيله من الخضار كوسه وجزر والخضروات الجميله في ايام الشتاء موجوده مع جزل ايا كان نوعها من السمك. ولكن في تريكايه مع الشيف المغازي هنا هنشوفها مع بعض ازاي. تفاصيل كتيره النهارده وخليها سمك. نخش على البساريه. ازاي نعمل بساريه مقليه بالطحينه؟ البساريه من الاكلات اللذيذه الجميله النادره دايما مع وجود فصل الشتاء. تتعمل ازاي؟ ايه هي البساريه يا شيف؟ البيبي السمك الصغير بتاع السردين. حلو الكلام. ودي مش موجوده غير تلاقيها في اسكندريه، في السويس، في الاسماعيليه. خلي بالكم اهي معانا البساريه اهي بقدرها على الشاشه. بساريه، طحينه، كزبره خضراء، شمر، ملح وفلفل وكمون تاني، وعصير ليمون اساسي. العصير الليمون ده معانا في كل حاجه، والليمون حتى مع البساريه اهو زي الفل. المقادير تاني هقولها. بساريه ودي بتتباع بالحجم ده وبالشكل ده، خلي بالك. ومعانا طحينه، ومعانا كزبره خضراء، معلقه سميد ناعمه تركيه بتاعت المغازي. ايه اللي دخل السميد مع البساريه؟ مش عارف هتعمل بسبوسه ولا ايه. معانا زبده، ومعانا شمر، ومعانا توم. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هتبل البساريه دي. حلوه، اللهم صل على النبي. كسرولة زي دي كده. خلي بالك وانا شغال الطاجن الخضار هنا انا ناطر ان هو ياخد غلوه. حلو الكلام. ما ينفعش انزله على السمك الا لما ياخد غلوه. لو نزلت الخضار ده على السمك ده وحطيناه في الفرن، هنيجي ناكل نلاقي الكوسه لسه ما استوتش، والبسله لسه ما استوتش، والفاصوليا وكل الخضار ما استواش، والسمك مستوي، يبقى شكلنا وحش قوي على السفره. هناخد مع بعض البساريه اللي جبناها دي كده، نحطها هنا في البوله بتاعتنا دي. سعرها رخيص على فكره، مش اي حد في حلقه السمك او في سوق السمك يعني، غير طبعا الناس السواحليه يعرفوا قيمتها وشخصيتها ويجيبوها. يعني دايما اللي بيروح ينزل يشتري سمك رايح مباصي على الجمبري، على السمك الاوزان بقى، يعني بيستعرض عضلاته. ولكن نصيحه مني، خليك زي الشيف المغازي كده، دايما بحب السمك الصغير، البربون الصغير، السردين الصغير، البور الصغير، البولت الشبار الصغير، الحاجات دي خلي بالك. بيبقى لسه بخيره بقى وايه، ولسه ما اتشقاش في البحر، فالواحد دي ياكل منه كده يلاقي السمكه كلها فيها الفوسفور كله. دي البساريه بتاعتنا، واللي معاها ده قرن فلفل حار شويه. حلو الكلام. حلو الكلام. بنحط على البساريه دي معلقتين من السميد الناعم تركيه المغازي. ليه بقى يا عم الشيف بقى السميد بقى؟ قول لنا بيا ليه. هو ده، انا هقلي البساريه دي، ولما اقليها لازم احس فيها بطعم الجرشه. الجرشه اللي هي القطمه بتاعت الفستق الحلبي لما يتحمص، تجيبيه من المحمصه. الكيلو الحمص، الكيلو الفستق الحلبي بيعمل 600 جنيه ولا 400 جنيه دلوقتي. ناكل الحبات الفستق اللي جوه القشريه كده، بيبقى الواحد عايز ياخد كيلو ولسه ما شبعش. فانا هحول لك البساريه دي لفستق حلبي. هنحط عليها تومه ناعمه، قليل من البهارات وليكن الكاري او الكركم، بابريكا، شويه شمر ناعمين. حلو الكلام. قليل من الملح، بلاش ملح كتير، شويه كزبره خضراء مفرومين ناعم قوي، سنه شبت ناعمه جدا. كل دول يا شيف، كل دول مع بعض هنحط هنا. دي توابل يعني، بابريكا، كمون،
وعصرة ليمون، حلوة بابريكا كمون وعصرة ليمون، كافية واحدة. حلوة أوي. ومعانا من النشا مع السميتة الناعمة معلقتين. حلوة أوي. ومعلقة دي صغيرة عشان الجيلاتين اللي موجود فيه يخلي كل ده مع بعض. ونعجن ده مع بعضه كده. وعندنا زيت شديد الحرارة على النار. شفت شقاوة المطبخ؟ دي بسارية؟ تاكل صوابعك وراها. بس تعملها بالطريقة اللي أنا بشتغل بها دي كده. الله. شفت الشقاوة؟ وعندنا زيت شديد الحرارة. أخبار الزيت إيه؟ الله على الريحة الحلوة اللي في إيدي. خلي الزيت كده جاهز. حلو قوي. اوعي الزيت يكون بارد، هتشرب منك زيت ويبقى شكلنا وحش قوي. طب نعرفه سخن ازاي؟ نضحي بحته صغيره كده واحنا واقفين. حلو قوي، محظوظ يا ام غازي. ناخد البسارية دي كده. الله عليك، الله عليك وعلى ودي. يطلع بقى سخنه من النار، نكونوا عاملين صلصه الطحينه الجميله الخفيفه اللي هي طحينه معلقه خل، قليل من الشطه، طحينه عاديه خالص، قليل من الكمون، زيت زيتون، ونغرق البساريه دي في الخلطه دي وناكلها. يا ويلي، لازم تعمليها لجوزك بالطريقه دي. حمر بسارية، أزأز بسارية. حابب تطلع فاصل وأنا شغال كده؟ لأن أنا مطول، ما ينفعش أنزلها كلها مرة واحدة. ده لسه، ده عايز نحطه في النار؟ إيه رأيك؟ بس خلينا نخلص الموضوع ده عشان الموضوع ده شيخ، خلي بالك. لازم التحمير يتم بالشكل ده، عشان كل ما بنزل التايم ما بين الواحدة والتانية بيكون هي خدت صدمة الزيت بالشكل ده كده. حاضر حاضر. نبص على بصة كده حلوة. ايه رأيك هوريك شكل حلو دلوقتي، هوريك صورة حلوة قوي. اهو تعالى اهو ابص عليه ولا ايه؟ ايه ده عرزك شوية. بص ايه الحلاوة دي. يا باشا. يا فندم. يا فندم. يا فندم. يا فندم. يلا بص يا جميل. حاضر يا فندم. تعالوا مع بعض نشوف ازاي البسارية وصلت لفين. البسارية بتاعتنا الجميلة في قلب الزيت تتحمر اهي. شفتوا ازاي حمرنا جزء؟ سامعين الصوت المقرمش ده اهي. بنغرفها في الطبق التقديم وبنعمل الصلصة بعدين. عايزة تاكلها كده زي ما هي مقرمشة؟ اهلا وسهلا. عايزة تاكلها مع كاتشب، تاكلها مع تومية، تاكلها مع مايونيز، تاكلها مع طحينه، تحببي فيها اولادك الصغيرين بما ان هي غنيه بالفوسفور واوميجا 3، كلها اوميجا 3، كلها دهون اوميجا 3. البساريه الجميله الحلوه دي كده ممكن سعرها رخيص بس القيمه الغذائيه بتاعتها تفوق الجمبري، تفوق الاستاكوزا. والله العظيم بكلمكم من قلبي، البساريه دي سعرها رخيص جدا. سبحان الله، الفقير دايما مرزق، ربنا مش بينساه. تيجي على البتنجان نسيبه يقول لك بتنجان يا راجل؟ بالعكس والله العظيم، البتنجان عندي احلى من اللحمه الضاني. تيجي مثلا على البساريه الصغيره من خيرات البحر احلى عندي من الاستاكوزا والجمبري. هناخد البساريه اللي اتحمرت دي كده بالشكل ده كده اهو، بنحطها هنا ونسيبها. هنجهز لها حاجه دلوقتي حلوه، الكوشه بتاعتها. ايه الكوشه بتاعتها؟ صلصه الطحينه اللي هعملها الخفيفه الحلوه، هتنزل عليها او نقدمها جنبيها اختياري حسب الرغبه. حلو الكلام، خلصنا من احنا خلصنا كده. تعالوا مع بعض نعمل صلصه البساريه اللي هي الطحينه. نعملها ازاي واحنا مع بعض كده؟ انا استغرقت مثلا دقيقه بس، عملت لوحه فنيه مختصره. طاسه على النار فيها زيت زيتون. حلو قوي. ومعايا كده الاسباتيولا بتاعتي، استنى على الزيت ما يهدى شويه.
انزل بالتومه ما استناش لما تتحمر. الله الله على الريحه الحلوه، شويه الكمون الحلوين، شويه البابريكا الحلوين، ونقلبهم. يا عينيا يا قلبي جرايا، ننزل بميه مغليه او ميه دافيه عادي، بس خلاص. انا شويه طحينه دلوقتي كده لطاف، فين المضرب؟ ننزل بالطحينه واحده واحده، طحينه طعم تاني. كل ما تدفى الميه كل ما الطحينه تديني قوام. شفت بدا الزيت ازاي يطلع على الوش؟ بدا الميه لونها يتغير ازاي؟ اول ما تلاقيها شدت معاكي ارفعي المضرب على طول عشان تسخن معاها. طحينه بقى انواع، في طحينه السمسم، في طحينه الفول الصويا او الفول السوداني. طبعا يفضل طحينه السمسم افضل بكتير، نسيبها على النار كده ونشيل كل حاجه من هنا. حط شويه الملح الحلوين، طبعا عصير الليمون بيتحط بعدين، احنا حاطين زيت زيتون، ونروق المطبخ بتاعنا عشان نجيب الجمبري من الفرن. عملنا ايه النهارده مع بعض؟ بدأنا بأول حاجة عملناها صينية الخضار مع السمك. السمك ممكن يكون سمك بوري، ممكن سمك بلطي، ممكن سمك قاروص، ممكن وقار، حسب نوعية السمك، ولكن يفضل السمك اللي ما فيهوش شوك كتير أو حسك كتير. مطبخك رايق زي الفل كده، ده مهم جدا على فكرة. زي ما قلت لحضرتك، أكلة السمك دايما مطبخك لازم يكون رايق فيها، لأن بيفضل إنك تقعد على السفرة في وسط ولادك مع ضيوفك، تهتم بيهم، تستقبليهم. مطبخك لما يبقى رايق بتبقى انت رايقه. شفت الطحينه بدات تطلع معايا ازاي؟ زي الفل. وانا شغال كده واقف، كل ما تسخر كل ما تلاقي الطحينه دي قامت معاك. هناخد بعضينا دلوقتي ونفتح الفرن. تمام، الطحينه بدات تطلع معايا بقوامها بدلعها. الطحينه دي مدرسه، البعض بيتقلها بالدقيق، البعض بيحط لها نشا. انا حابب انك تعمليها على طبيعتها، يبقى خام مع ميه مغليه بالقوام الحلو ده كده. ما تستعجليش عليها، تظبطي التوابل بتاعتها بعد ما تطلع من النار، اذا كانت عصره ليمونه حلوه، اذا كان شويه شطه عايزاها سبايسي، سنه كمون للتقديم. شفت القوام ده كده؟ لسه ما خلصناش. ايه الاخبار؟ ايه الدنيا؟ هو ده. بص معايا بقى، بص على الحلاوه، بص على الجمال، بص سلطه الطحينه. الله. ده القوام ده حلو قوي. لان لما تبرد تبص على القوام. حاضر، ارفع عينيا عينيا. بص على الطحينه. شوف دي كل ما تحطها في الثلاجه شايف القوام ده؟ والله ريحه الطحينه كل ما تحطها في ميه مغليه كل ما تشم ريحه زيت السمسم. نغرفها مع بعض. هتسيبي كل حاجه وتاكلي الصلصه دي. يا سلام لو عندك شويه شوربه جمبري او البسك بتاع الجمبري وتحطوهم مع صلصه الطحينه، هتدعي لي. بص بقى على التركيه دي، بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. بص بص على الحته دي. البسريه اهي. يا ويلي، هو ده الكلام يا عم الشيف. العب يا سمك. حلقتها النهارده خليها سمك، ولكن بطعم تاني وبشكل تاني وبتكنيك عالي من الخبره. نقدر نجيب انواع السمك اللي احنا حابينها، بس تخش المطبخ بحب تعملي كل حاجه حلوه. يعني رؤيه، فن، ابداع، اختلاف طعم، الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.